ينضم إلينا عبر الهاتف عضو لجنة تخصي الحقائق النائب بسمة بسيم. سيدة بسمة، أسعد الله مساءك بداية. ما الذي دار اليوم في لجنة تخصي الحقائق بعد استضافة مدراء التربية والصحة والاستثمار والاتصالات في نينوى؟ وما هي أبرز الملفات التي تم كشفها؟ بالبداية أنا أحب أن أحيي جميع مشاهدي قناة الموصلية، وأحيي كادر قناة الموصلية وعلى رأسهم السيد غازي فيصل المحترم لتسليطه الضوء على كل ما يحتاجه الشارع الموصلي. وأحب أن أنوه فقط بعد سماعي للتقرير الذي تفضلتم به أن نواب نينوى الحاليين في دورتهم الحالية ليس كما يشاع عنهم أنهم بعيدين، لا سيدي الفاضل، نحن على قرب وتماس بكل مشاكل محافظة نينوى، لكن فليعذرنا جماهيرنا في محافظة نينوى أننا تسلمنا المسؤولية مجددا، فلا يحملون تركة زملائنا من النواب السابقين أو الدورات السابقة إن كان هناك تقصير في أي ملف. نحن نعتبر لحد هذه اللحظة مبتدئين، لا زال لحد الآن لم تشكل نعم سيدة بسمة، لم يتم التصويت على رئاستها والنيابة والمقررين. هناك كثير من العمل المربي ذلك. نحن لسنا بعيدين عن كل ما تحتاجه محافظة نينوى وما يحتاجه الجماهير الذين يعني تحدوا كل الصعاب وصوتوا لنا، فهذه أمانة يجب أن تكون في أعناقنا جميعا ونكون قد الأمانة وننهض بمحافظة نينوى. سيد الكريم، رغم العمر القصير لدورتها البرلمانية التي لم يمضي عليها 3 أو 4 أشهر من تشكيلة من ديتنا اليمين الدستورية، هناك كثير من الملفات ربما تتعلق بلجاننا التي كنا بها أو تتعلق وعلى عموم محافظة نينوى، لكن نحن اليوم كنواب نينوى كلنا تعدينا، وهذا طبعا واجب وليس فضل منا أو منا، إنما هذا واجب، نحن نتقاضى راتب على ما هذا الواجب، فليس منا من أي شخص مننا. كنا في هذه اللجنة المهمة جدا وهي لجنة تقصي الحقائق، والتي باشرت عملها منذ عدة أسابيع، وفي فترة قصيرة من عمل هذه اللجنة تم يعني تسليط الضوء ووضع النقاط على الحروف فيما يخص بعض الإشكالات الإدارية والمهنية والسياسية والاقتصادية والخدمية والموضوع الإعمار والجهات الأمنية في محافظة نينوى. طبعا ذلك لم يأتي من فراغ سيدي الكريم، ليسمع الجميع في قناة الموصلية، مشاهدي قناة الموصلية، هذا تم بعد قرار من اللجنة تقصي الحقائق باستضافة عدد من القيادات الأمنية وعدد من المسؤولين في محافظة نينوى وعدد من مراء الدوائر، وأنا أتكلم اليوم معك. لحد الآن نحن لا زال في جعبتنا كثير من الاستضافات، سوف يكون في إن شاء الله يوم الأربعاء القادم استضافات، ونتوالى الاستضافات لحين اكتمال التقرير النهائي والانتهاء من استضافة كل مدراء الدوائر وكل المعنيين وكل الأجهزة الأمنية الذين كان من المقرر استضافتهم. طبعا من خلال استضافتنا السابقة لبعض القيادات الأمنية كما ذكرت والجهات الأخرى الإدارية والمدراء الدوائر، تبين أن هناك كثير من السلبيات وتقصير ربما مشترك بين هذه الجهة وتلك، وربما مشترك يعني أو بتدخل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد. طبعا نحن أشرنا كل هذه السلبيات، وبعد انتهاء عمل اللجنة سوف يكون هناك تصويت من قبل أعضاء اللجنة البالغ عددهم بالإضافة إلى نواب محافظة نينوى، نواب من محافظات أخرى من البرلمان العراقي، والبالغ عددنا كلنا 43 نائب. سوف يتم التصويت على مقررات هذه اللجنة، وتوصيات سوف تعرض على رئاسة البرلمان في جلسة رسمية، وسوف يقرأ كتقرير ويتم التصويت عليه لتقصير يعني للتصويت على تقصير وإحالة المقصرين في هذا التقرير لها ولسحب اليد وكثير من العقوبات التي ترتئيها في اللجنة في توصياتها. طبعا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن من خلال التقارير الأولية والاستماع إلى كما ذكرت الجهات التي تم استضافتها، لاحظنا أن محافظة نينوى، أنا لا أقول أنها يعني نعم هي تتمتع بوضع أمني جيد جدا، لكن بصراحة يعني في محافظة نينوى هناك فوضى غير ظاهرة للعيان، يعني نعم
هناك أصل التي تتعلق في محافظة نينوى، ويعني هناك سوء في إدارة محافظة، إدارة في بعض الأجهزة، في بعض الأجهزة الأمنية أو بعض المكاتب الاقتصادية التابعة لجهات سياسية، خاصة من تدعي انتمائها للحشد الشعبي وتصادر تضحيات هذا الحشد المقدس، ربما بتصرفات فردية من بعضهم، ربما بعلم من قياداتهم ومراجعهم في بغداد. هذا سوف يتبين من خلال التوصيات، لكن على كل حال هناك نعم تقصير، وتم تشخيص خلال الفاضل. هناك مكاتب اقتصادية تمارس الضغط والابتزاز، تابعة لجهات سياسية تمارس الضغط والابتزاز والتخويف لبعض مدراء الدوائر، وقسم من مدراء الدوائر لا، هم متعاونون مع هذه الجهات وقاموا بال يعني ال نوع من المؤامرة على محافظة نينوى، وإعطاء هذه الجهات مشاريع وإعطائها أراضي متميزة وإعطائها معلومات لا يمكن أن تكون لدى أي شخص سوى لدى هذه مدير هذه الدائرة. لكن بصراحة تواطؤ هذا المدير هو من سهل التعاون، بالإضافة كما ذكرت للنفوس الضعيفة التي في هذه الجهات السياسية التي تدعي أنها من مكاتب اقتصادية. هذا يعني جزء من المشكلة. لاحظنا أن هناك مع الأسف الحكومة المحلية في محافظة نينوى قد قامت بإصدار قرار بإعطاء أراضي متميزة لها، تخصيص أراضي متميزة أعضاء مجلس المحافظة. طبعا ليس كلهم للأمانة، ليس كل أعضاء مجلس المحافظة هم مشمولين بهذا القرار، قسم منهم رغم أنهم يعني وفق الضوابط لا يمكن لهم أن يشملوا بهذا القرار، لكنهم فضلوا نفسهم على عوائل الشهداء الذين ضحوا في محافظة نينوى وأصدروا قرار بحصولهم على أراضي متميزة، وهم من المفروض أن يكونوا أمينين على أهالي المحافظة وأن يكون الانطال هكذا أراضي. كان من ممكن أن يستحسنوا على أراضي بعد وجهة خاصة تخصص للشهداء، لعوائل المفقودين، للجهات الأخرى، يعني للعمال الموظفي البلدية، موظفي باقي الدوائر الذين هم من الطبقات الكادحة والفقيرة. هذا جزء من الخلل. يعني إذا يتسنى لكم الوقت أنا مستعدة أن أتكلم عما يعني أشير لدينا، فإذا كان المجال يسمح. نعم سيدة بسمة، نعم لدينا العديد من الأسئلة والنقاط يعني أنا أود أن أسألك عنها لأهميتها. فهيئة النزاهة في نينوى وضعت اليد على مبلغ قدره 11 مليار و700 مليون دينار تابعة لبلدية الموصل. كان محافظ نينوى أجبر دائرة البلدية على وضعها في كاسة بدل الحساب البنكي ليتصرف بها كيفما شاء. ما هي الإجراءات التي ستتبعونها لمحاسبته على هذه الأموال؟ بصراحة هذه المعلومة لم تصل لحد هذه اللحظة إلى لجنة تقصي الحقائق، لكن من ضمن الجهات التي سوف يتم استضافتها هو السيد مدير النزاهة، وسوف أكيد يطلعنا على هذا الموضوع، وسوف أكيد يعني إن كان هذا صحيح وموثق لديه في هيئة النزاهة أكيد سوف يكون هناك توصيات للجنة طبعا يعني الملاحقة القانونية أو اتخاذ الإجراءات القانونية يعني لحد من هذا الموضوع. هناك كثير كما ذكرت من الملفات أخي الفاضل تم اكتشافها، وهو تهريب النفط من قبل مافيات عبر صهاريج وبوضح النهار من حقلي النجمة والقيارة في جنوب الموصل لفصائل من الحشد الشعبي تدعي أنها من الحشد الشعبي، وبوضح النهار كما ذكرت تقوم بتهريب النفط، بالإضافة إلى تهريب النفط من قبل بعض مدراء المحطات في محافظة نينوى، بالإضافة إلى بيع السكراب والأنقاض من محافظة نينوى، خاصة ما تم يعني استخراجه في الجانب الأيمن. طبعا هذا كله بعلم وموافقة وبتأييد وكتب وبرقيات مستعجلة، من خلاله يتم الضغط على القيادات الأمنية وعلى قائد عمليات نينوى من قبل مكتب رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي من أجل عبورها السيطرات. طبعا هذه تقدر يعني بأسعار جدا كبيرة، وهذه جزء من الثروات المادية والمالية لمحافظة نينوى، لكن تم تهريبها خارج محافظة نينوى كما ذكر. نعم نعم سيدة بسمة، سيدة بسمة تسمعينني؟ سيدة بسمة نعم نحن نعم. بانتظارك. نعم تفضلي. نعم ألو.
كذلك تم اكتشاف جهة تقوم بعمليات حفر لمد الكيبل الضوئي التابع لدائرة اتصالات نينوى. تم ضبط هذه الجهة واحتجازها، لكن مع الأسف بتدخل من قبل بعض الجهات في محافظة نينوى تم إطلاق سراح هذه العناصر المسيئة التابعة لشركات تم ذكر اسمها، سوف يعني يذكر في التقرير تقصي الحقائق من هي هذه الجهات. نعم. وتم إطلاق سراحهم، وبعد يوم ويومين من إطلاق سراحهم عاودوا مرة ثانية لسرقة هذا الكيبل الضوئي، فأكيد هناك سوف يكون محاسبة لهذه الجهات التي سمحت لهذه العصابات يعني الاستحواذ على الكيبل الضوئي. كثير من ناهيك عن موضوع المخدرات الذي بات قد يعني منتشر بشكل كبير في محافظة نينوى وخاصة بجنوب الموصل. طبعا هذه المادة ومادة المخدرات كلنا يعلم أنها مادة مسيئة جدا لصحة الإنسان، ويتم بيع ويتم إعطائها كهدية بدون مبالغ في بداية الأمر من أجل تشجيع الشباب شبابنا على الإدمان في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك تطلب منهم مبالغ. هذه لم تأتي من فراغ أو تأتي من السماء، بل أتت أكيد عن طريق بعض السيطرات الحدود خاصة في منطقة الجزيرة. يعني كثير أنا يعني بصراحة نحن شبه مذهولين مما اكتشفناه في هذه اللجنة من يعني من فساد، من تواطؤ. هناك بعض السيطرات، أعطيك على سبيل المثال سيطرة الشهيد سبهان، وهو مع يعني مع الأسف أن هكذا شخصية محترمة قد دمها فداء للوطن، وهو شهيد سبهان أن ينسب له يعني هكذا سيطرة مسيئة طبعا ببعض عناصرها، ولا أقول الكل، تقوم بابتزاز أصحاب الحمولات وتقوم بجمع الأتاوات منهم، وكما ذكرت بوضح النهار هناك مافيات من بعض السيطرات يعني من بعض الجهات الأمنية في هذه السيطرة تقوم بابتزاز السيارات الحمولة يعني من أجل إمرار بضاعات، ولا يعلم الله ما هي هذه البضاعة. نعم. كثير من الملفات، لا أعلم عن ماذا أتكلم، لكن أكيد الأيام القادمة سوف تكون يعني لهذه اللجنة، لجنة تقصي الحقائق، الكلمة الفصل وتشخيص المسيئين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزائهم بعد التصويت عليهم من قبل مجلس النواب العراقي. نعم. طيب سيدة بسمة، في ضوء كل هذا الفساد المستشري في المحافظة وكل ما ذكرته أنت، يعني هل تعتقدين أن هنالك جهات نافذة تعمل ضد محافظة نينوى ومصالح محافظة نينوى وأهلها وتعطيل الإعمار والخدمات في المدينة، وذلك من خلال منع محاسبة الفاسدين والمقصرين في الحكومة المحلية ووضعهم بأمان؟ نعم أكيد هذا الشيء، أكيد أن محافظة نينوى قد يعني أنا دائما أذكر أن محافظة نينوى قد استبيحت مرتين، مرة عندما دخلها جاء داعش، وطبعا داعش هو جزء من يعني وليد لعملية فساد أو يعني رشا كانت موجودة. داعش ليس وليد يعني شيء طارئ، فالفساد وسوء العلاقة بين الجهات الأمنية والحكومة المحلية في تلك الفترة، خاصة سوء تعامل بعض القوات الأمنية في ما قبل 2014 هو الذي أتى بداعش. ونحن اليوم نعم رغم أننا فرحين بعودة محافظة نينوى، لكن بسبب الوضع بقى على ما عليه الآن في محافظة نينوى سوف ربما تعود الأوضاع إلى أسوأ ما قبل 2014 من سيطرة المافيات والعصابات المسلحة، لكن كان غطاء نوع من الغطاء عليهم. نحن اليوم في محافظة نينوى هناك فوضى، لكن إن شاء الله بجهود أعضاء لجنة تقصي الحقائق، بجهود النواب يعني من ورئاسة مجلس النواب في التعاون معنا من أجل إنصاف محافظة نينوى، إن شاء الله نقضي، أنا لا أقول 100% على ما يجري في محافظة نينوى، لإيقاف هذا الفساد الكبير وإيقاف هذه الاستباحة لمحافظة نينوى المنكوبة. سيدي الكريم، أعطيك يعني مثال. اليوم من خلال استضافتنا لأحد مدراء الدوائر تبين أن هناك كان من المفروض أن يكون هناك إعمار والنهوض بواقع محافظة نينوى المحررة، أسوة بمحافظة الأنبار وأسوة بمحافظة صلاح الدين، لكن كان هناك كتاب من جهة عليا في رئاسة الوزراء هي من منعت أن تأتي الشركات الاستثمارية وأن تأتي منح لمحافظة نينوى من أجل النهوض، وخاصة في الجانب الأيمن والمنطقة القديمة.
يعني كأن يعني أكاد أجزم أن هذا الشيء متعمد، وهم يتحججون بأن أقصد الحكومة الاتحادية تتحجج أن الوضع الأمني في محافظة نينوى لا يسمح الآن بالإعمار ولا يسمح بكذا مشروع وكذا مشروع، لكن بنفس الوقت هم يأتون كانوا بأيديهم ويفيرون أن الوضع الأمني جيد جدا بفضل القوات الأمنية وبفضل تعاون أبناء محافظة نينوى، وتم استقرار الوضع الأمني. وبنفس الوقت بكتب رسمية يناقضون، يمنعون الإعمار ويمنعون أن تنهض محافظة نينوى من جديد لمآرب، أكيد هم يعني لديهم مآرب معينة في الإبقاء على وضع محافظة نينوى ضعيفة وهشة من أجل يعني أن ينهش بلحم محافظة نينوى. هذا الشيء نحن لا يمكن أن نقبل. نعم سيدة بسمة، إذا نشكر السيدة بسمة بسيم عضو لجنة تقصي الحقائق والنائب عن محافظة نينوى، وكانت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.